الأخوة الحاضرين، وأقول مرحبا باللي عنوا من كل في، مرحبا بأهل الوطن والزايرين، مرحبا يا قاصد دورة دبي، دارنا دار الشيوخ الطيبين. نرحب نيابة عن اللجان المنظمة لهذا المهرجان، ونتابع شوطنا السابع الذي خصص لفئة الجعدان. على البركة نبدأ بفرز النتيجة، ونتابع المقدمة ونشاهد مياس محمد بن سعيد بن خميس الاجتبي من يسجل مياس بأول المراكز، يليه على المركز الثاني فهنا مياس محمد بن علي بن راشد الاجتبي أيضا يتابع بن عمه على المركز الأول، واللي يهمني ما همه هو يتابع في المقدمة. المركز الثالث يتقدم مصدع سعيد بن محمد بن دعيفس الشامسي يتواجد ثالثا. المركز الرابع حشيم محمد بن قنول بن سعيد بن كديدة هو رابعا. أما المركز الخامس عبد الله بن جمال بن محمد المري في خامس المراكز. والمركز السادس أراهن سراب راشد بن سعيد بن حبوة الحميري هو من يتقدم بالمركز السادس. والمركز السابع أقول هملول علي بن سالم بن سعيد بن حلوكة. أما المركز الثامن يتقدم هداد خالد بن حميد بن حارب المهيري. والمركز التاسع، المركز التاسع هذا شعار بالحلوس، هذا شعار بالحلوس على ظهر هذا 40، هذا 40 اللي هو شاهين محمد بن مكتوم البادي الحرسوسي. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للعشرة المراكز الأولى. وأوعدكم في هذا الشوط أنها بتكون معركة كبيرة، معركة داحس والقبرة من خلال قوة الأسماء وقوة الشعارات وقوة المشاركين في هذا المهرجان التراثي الكبير. نتقدم مرة ثانية ونتابع المقدمة ونتابع مياس محمد بن سعيد بن خميس الاجتبي ما زال يحافظ ومحافظ على الصدارة من البداية، يلي على المركز الثاني. المركز الثاني فهنا اللي هو عشاق وعاشق، عاشق المصارعة وعاشق أيضا المجادلة في هذا الشوط عبد الله بن جمال بن محمد المري. وهني أيضا الحرسوسي يهاجم مقدمة الشوط على ظهر شاهين محمد بن مكتوم البادي. الحرسوسي هو من يتابع رفاقه الأبطال على المركز الأول. والمركز الرابع، المركز الرابع مياس محمد بن علي بن راشد الاجتبي المركز الرابع. المركز الرابع هذا اللي هو حشيم محمد بن قنول بن سعيد بن كديدة من يأتي بالمركز الرابع. والمركز أشوف المركز الخامس، نعم المركز السادس الهجوم والقادم سراب راشد بن سعيد بن حوة الحميري. منتصف المراكز يا الحميري، تابع وراقب وشاهد الشعارات اللي ينبك واللي أمامك واللي خلفك، كلها شعارات قوية. المركز السادس القادم اللي هم شوش خالد بن عيسى بن سعيد المنصوري، أول إذاعة للمنصوري. الله الله، عنده نوايا على الناموس، عنده نوايا على السيارة، بدأ يهدد من الخلف. هاجم هجمة لا تنصد ولا ترد عن الناموس. المركز السابع اللي هو هملول علي بن سالم بن سعيد بن سالم بن حلوكة. والمركز الثامن معزز عبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان. أما المركز التاسع فيأتي مصدع سعيد بن محمد بن دعيفس الشامسي. والمركز العاشر هداد خالد بن حميد بن حارب المهيري. هذه الأسماء يا مشاهدين يا متابعين، ما عندنا وقت أنكم ما تطلعون العصي والأبطال، لأن الشوط حساس، شوط مثير، والجائزة سيارة نعم، شوط حامي، يبغي تخطيط نعم على الناموس. المقدمة مع الحرسوسي، يلا احترس على المركز الأول، لا تعطيهم المجال. أنت في مكان جميل، في مكان حساس، في مكان مرغوب. هذا المكان هو من يتقدم على ظهر شاهين محمد بن مكتوم البادي. الحرسوسي هو من يتقدم، والعصاقوس أبدا ما استخدم طاقته كاملة. يعني المركز الثاني يتقدم عشاق عبد الله بن جمال بن محمد المري. والمركز الثالث القادم
القادم نقول مياس محمد السعيد بن خميس نجتمي وهني هني هذا اللي حذرنا وأنذرنا وخبرنا وصل 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 اللي هو مشوش خالد بن عيسى بن سعيد المنصوري. وصلنا المنصوري الله الله وصل وصل ها راقبوه تابعوه 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 وصلكم وصلكم ناوي 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 على السيارة المركز الخامس فهنا مياس محمد وعلي بن راشد نجتمي والمركز السادس المركز السادس هناك القادم الراوي سالم بن محمد بن دحروي العامري يقدم لنا الراوي بالمركز السادس والمركز السابع أقول كفو محمد بن سعيد بن محمد الخيالي والمركز الثامن يتقدم اللي هو هملول محمد بن علي بن متعب الصعاق المري والمركز التاسع فأرى أيضا هيمان مبارك بن محمد بن يروان المنصوري والمركز العاشر مصدع سعيد بن محمد بن عيبس الشامسي. هذه الأسماء هذه الأسماء مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء المقدمة المقدمة عودة مرة ثانية إلى مقدمة الشوط نتابع شاهين محمد بن مكتوم البادي الحرسوسي هو ما زال وهو ما زال في المقدمة المركز الثاني الذي أطلق العنان وبدأ أيضا يهدد مقدمة الشوط يهدد مقدمة الشوط مشوش خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري من يأتي بالمركز الثاني والمركز الثالث بن دحروي قادم بن دحروي قادم هذا ترشيح هذا ترشيح راعي مصيحة اللي رشحه يوم كان في المركز العاشر هو الآن يقترب هو الآن يقترب ولكن الصراع الناموس عند الحرسوسي الحرسوسي يا الحرسوسي استعد استعد للهجمات للقذايف للهجوم القادم الكل هاجم الكل مندفع الله الله ولعت ولعت بين المنصوري وبين الحرسوسي وبين بن دحروي العامري والرابع نقول اللي هو أيضا الصعاق المري 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 هذا الخامس أيضا ما يستانبه أول إذا على اللي هو سمحان سعيد بن سالم بن دري الفلاحي على المركز الخامس ولكن المقدمة الحرسوسي الحرسوسي بن دحروي بن دحروي بن دحروي يمر 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 روح روح يا ولدي يا ولد روح روح قبل الفرحة ولكن عندك من يتابعك عندك عندك صاحب 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 اللي هو هملول محمد بن علي بن متعب الصعاق الصعاق الله 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 الصراع 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 بين المري وبين بن دحروي العامري يا العامري الصعاق يا الصعاق روح روح يا ولد روح كمل الفرحة كمل يا بن دحروي كمل يا راعي مرغم 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 الله الله الراوي على المقدمة الراوي إلى بن دحروي من المرموم إلى مرغم من مرغم إلى الهباب من الهباب إلى كل مناطق دبي الجميلة سلام 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 هنو بن دحروي هنو هنو بن دحروي هنو هنو بن دحروي هنو يستاهل أراعي الراوي سالم بن محمد بن دحروي العامري نهني على الفوز وعلى الناموس المركز الثاني اللي هو هملول محمد بن علي بن متعب الصعاق المري المركز الثالث فهنا الوصول من كفو محمد بن سعيد بن محمد الخيالي المركز الرابع المركز الرابع وصلنا هيمان مبارك بن محمد بن يروان المنصوري والمركز الخامس شاهين محمد بن مكتوم البادي الحرسوسي هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نعود بألف تهنية وألف ناموس لابن دحروي العامري تسع دقائق تسع ثواني خمسة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس رسالة بن محمد بن دحروي العامري نهني على الفوز وعلى الناموس المركز الثاني المركز الثاني هملول محمد بن علي بن متعب بن محمد الصعاق المري التوقيت الزمني بالتأكيد بيكون تسع دقائق وننتظر الثواني التي تسجلت مع ستة كيلو مترات تسع دقائق نشوف مشاهدينا الكرام نحن ننتظر وصول التوقيت تهانينا وألف مبروك البن دحروي على الفوز وعلى الناموس بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام نتواصل ونجدد اللقاء من جديد مع انطلاقة موفقة انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى شوطنا الثامن خصص للقعدان ليسن الإذاعة المهجنات الأصائل مسافتنا هي الستة كيلومتر نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين مع هذا الكم والعد الهائل من المشاركين في هذا المهرجان وفي هذا المسار والانطلاق نذهب مباشرة